بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شريف حسن عبد السلام، شركة تكنولوجيا الطباعة، وليا الشرف إن أنا رئيس قسم طاقة المنتجات والصباغة والتجهيز. الهدف العام الرئيسي لخريج القسم في هدف كبير وهدف عام، إن إعداد وتخريج مصمم طباعي يلم بالتصميم الطباعي وله قدرة في نفس الوقت على تنفيذه وتطبيقه. طبعا ده على سبيل يتنفذ من خلال عدة مناهج دراسية هنتكلم فيها برضو لاحقا. برضو إن أنا الهدف العام للقسم إن أنا بخرج مصمم له قدرة على حل المشكلات اللي بتواجهه في مجال شغله، في مجال طباعة المنتجات، سواء كان في مجال الديزاين أو في مجال التكنولوجي اللي هنتكلم عليه فيما بعد. برضو بحسن من قدراته الإبداعية ومهاراته الفردية، ويكون له قدرة إلى حد ما على التنافس مع الكليات الأخرى بسبب نفس المجال بتاعتي. في الحقيقة ده عشان يتحقق، بيتم عن طريق خلال 4 سنين تخصص. زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا فرقة إعدادي مادة أو سنة عامة، بعد كده الطالب بيخش عندنا 4 سنين تخصص. في الأربع سنين التخصص احنا عندنا بيدرس مجموعة من المقررات الدراسية أو المناهج الدراسية اللي احنا بنقسمها إلى مواد أساسية ومواد تكميلية ومواد عامة. هتكلم هنا عن قسمي بس في التخصص. المواد الأساسية احنا عندنا فرنشين مهمين جدا. الفرع الأولاني أو القسم الأولاني ده بيشمل التصميم. التصميم دي مادة أساسية عندي في 4 سنين التخصص، بالإضافة للمواد المساعدة ليه. القسم الثاني بيشمل المواد التكنولوجية بطروحها المختلفة، وبرضه المواد المساعدة ليه. وهنا أنا أقدر أقول إن إحنا نتعامل زي نظام انتجريتد سيستم أو نظام متكامل ما بين التصميم والتكنولوجي. يعني ما اقدرش اقول مثلا انا التصميم يستغنى عن التكنولوجي والتكنولوجي يستغنى عن التصميم، الاثنين ما ينفصلوش عن بعض تماما، الاثنين بيكملوا بعض. ما اقدرش ان انا مثلا ازود حاجه هنا وانقص حاجه هنا، الاثنين بيتعاملوا مع بعض. ولو ضربت حضرتك مثلا مثال في اي قطعه فنيه بنفذها لازم يكون معمول تصميم طباعي مناسب ليها، ازاي انا اقدر اطبقه؟ ده تكنولوجي وده تصميم. عشان كده بقول هو نظام متكامل لا غنى ولا انفصال عنه. لو جينا نتكلم على فرع التصميم، زي ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا فرعين اساسيين من التصميم. الطالب اللي انا بعتبره الانسان المستقبل هيعرف الفرقه الاولى كيف يلاقي ويبسط شريحه مهمه جدا في المجتمع. ايه الشريحه دي؟ هي الشريحه اللي بعتبرها النكته الصغيره وهي شريحه الاطفال. فهنا انا بعمل تصميمات طباعيه تصلح لشريحه الاطفال، تصلح لملابس طفل او معلق لطفل او هكذا. بينما الفرقه الثانيه الطالب هنا بيدرس التصميم الطباعي احتياجات شريحه اخرى خالص، وهي شريحة طبعا هامة في المجتمع جدا طبعا، هي شريحة السيدات. السيدات طبعا ده بتفقد أعمار. الرتبة الثانية سنة ثالثة بيغطي هنا المصمم المستقبل برضه كيف يغطي احتياجات المجتمع من تصميمات طبيعية تصلح لفرع ثالث خالص، اللي هو ازاي اعمل أقمشة تجديد أو أقمشة مفروشات أو معلقات لوجه خاص. بعد كده بتسأل السؤال عن سنة رابعة. سنة رابعة هنا الطالب له الحق إن هو يختار اي تصميم يكون عامله في سنه اولى او ثانيه او ثالثه، الخبرات السابقه يختار تصميم معين يبتدي يصممه وبعد كده يبتدي ينفذه. هنتكلم على الجزء الثاني بتاع التكنولوجي. يعني اقدر اقول ان السنه الرابعه ممكن ياخد خلاصه التجارب اللي اخدها من السنين السابقه في مجال التصميم وينفذها في مشروع هو حبه بس ما تقلقش تكمل تاني كمشروع تخرج. لو جينا نتكلم عن الفرع الثاني هو فرع التكنولوجي، التكنولوجي الحقيقه الطالب عندنا بيدرس نظريا وتطبيقيا على مدى ال4 سنين تخصص ثلاث حاجات اساسيه في التكنولوجي. التكنولوجي اللي عندي هنا في طباعه المحتويات او تكنولوجيا الطباعه والاستبابه والتجهيز. الثلاث طرق دول طبعا بالاضافه الى زي ما قلت من شويه المواد اللي هي المساعده دي وبعض المواد الهندسيه، ودي انا بعتبرها برضه ميزه للخريج بتاع القسم اللي هو بالاضافه ان هو لقبه مصمم في وقت المصممين برضه هو لقبه يتخرج مهندس يمكن يكون مهندس في الفترة المجالات السابقة سواء مهندس طباعة منسوجات سبابة تجهيز أو حتى ديزاين. كل دوت برضه الخبرات بتاعته من سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة في التكنولوجي مع التصميم يقدر يختار هنا زي ما قلنا من شوية تصميم معين من خبراته السابقة وينفذها للقدرة على تنفيذها ويطبقها من خلال خبرات دراسة والسكيلز دراسة على مدى 4 سنين تخصص.